احنا ليه عمالين نقطع في بعض وعمالين نتخانق مع بعض وعمالين، ده احنا زي الفل، ده احنا فوقنا، احنا لازم نكون متفائلين. صحيح في ظروف اقتصاديه صعبه، طب ايه يعني؟ طب ما احنا طول عمرنا في ظروف اقتصاديه صعبه. ما طول عمر الفقراء والطبقه المتوسطه مطحونه في البلد دي. امتى فاقت يعني؟ فاقت شويه في الستينات وما ادراك ما الستينات. فاقت شويه في الستينات والخمسينات اتحسن الوضع شويه، دلوقتي هم بيعملوا حاجات اهو. مفيش داعي بقى للغضب والكابه والعنف اللي في الشارع، العنف اللي في الشارع ده مفيش داعي ليه ابدا 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 ابدا. احنا المفروض بيكون حاله فرح، وعندنا بقى الاهلي داخل اهو بطوله، هياخد بطوله افريقيا ان شاء الله ربنا يوفقه، عنده ماتش بقى بره والنهائي هنا، وعندنا مصر اظن برضه الماتش الاولاني هناك والنهائي هنا. النهائي هنا برضه. يعني النهائي بتاع غانا هيبقى هنا، مصر كاس العالم، نفرح. احنا داخلين على مدوشه ان شاء الله نخش كاس العالم، ان شاء الله الاهلي ياخد بطوله افريقيا، وده يعمل لنا جو جميل ونفرح ونهيص، وانا اتبسطت قوي ان هيعملوا ماتش في الدفاع الجوي وهيحضروا الجمهور بتاع غانا ونفرح كده ونهيص. المفروض احنا نبقى مبسوطين، لازم نرجع زي ما كنا. شوف الناس بيرنوا لنا ازاي، هي دي مصر.